السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. المفيد في الرياضيات للسنة الخامسة ابتدائي. إذن في هذه الحصة لدينا الحصة الثالثة في درس قسمة الأعداد العشرية. إذن الصفحة 51 من كتاب المفيد. إذن لدينا مجموعة من التمارين، نبدأ بالتمرين الثامن. أنجز العمليات في دفتري ثم أتمم ملأ الجدول. إذن هنا بطبيعة الحال عندنا كلمة بإفراط وبتفريط. إذن هنا بطبيعة الحال خصنا نفرق بين ماذا نقصد بالخارج المقرب بإفراط وماذا نقصد بالخارج المقرب بتفريط. من خلال هذا التمرين سنفرق، ربما من خلال هذه الحصة. إذن أول شيء سننجز العمليات. إذن عندنا ثلاثة ديال العمليات. إذن عندنا العملية الأولى اللي هي 80.67، كنقسموها على 5.9. وسبق أن تطرقنا إلى هذا وقلنا بأنه لا يمكن أن نقوم بالقسمة على عدد عشري، المقسوم عليه يجب أن نتخلص فيه من الفاصلة. إذن ماذا سنفعل؟ نضرب هنا في 10 وهنا في 10. إذن غادي تعطينا 80.67، غنضربو هنا في 10، ثم 5.9 غادي نضربوها في 10. وخلال عملية الضرب هذه سنتخلص نهائيا من فاصلة المقسوم عليه. ستعطينا قسمة جديدة 806.7 مقسومة على 59. إذن سننجز هذه القسمة عموديا لنجد الخارج المقرب، وسنتوقف عند الأعشار. عند إنجاز هذه القسمة سنقف في حدود الأعشار، لأن يعني ربما جزء المئة، ربما الأعشار، ربما جزء المئة. إذا غادي نشوفوا، إذا 806 مقسومة على 59. إذن لدينا رقمان، نأخذ رقمان واحد في 59 نطرحها من 8، 10 ناقص 9 1، أنزل الواحد، 8 ناقص 6 2، ثم ننزل الستة. إذن 216 مقسومة على 59، إذن 3 في 9 27، نحتفظ بإثنان، 3 في 5 15، والإثنان 17. إذن 16 ناقص 7 9، ننزل الواحد، 1 ناقص 8 لا يمكن، 11 ناقص 8 3، ننزل الواحد، 0. إذن في هذه اللحظة هذه فاش غادي ننزلوا السبعة، حنا دخلنا في المجال العشري. إذن حتى الخارج خصنا ندخلوا في الأعشار، لأن حنا بصدد قسمة 397 عشر على 59 من الأعشار. إذن النتيجة 6. 6 في 9 54، نحتفظ ب 5، 6 في 5 30، 35. إذن 7 ناقص 4 3، 9 ناقص 5 4، 3 ناقص 3 0، ونقف عند هذا الحد. إذن هناك أعداد أخرى طبيعة الحال، ولكن تلك الأعداد، إذن هنا غادي نفهموا ماذا نقصد بتفريط. بتفريط يعني الخارج المقرب بتفريط إلى 0.1، يعني كناخدو ديك العشر وكنهملو كل الباقي من الأعداد التي ستأتي إذا استمرينا في القسمة. إذا استمرينا في القسمة غادي نلقاو 7، 2، 8، 8 وهكذا. فشنو كنديرو؟ كنتخلصو من هاد الأعداد. يعني هنا فاش كنتكلمو على التقريب الخارج المقرب بتفريط، يعني كناخدو عدد أقل من النتيجة الحقيقية. يعني أن شنو هو الخارج المقرب هنا بتفريط؟ هو 13.6. أما بإفراط هذاك الشيء اللي جاي مور ستة كله كان ما كملش عشر، وبالتالي كنزيدو على هذه عشر وكتعطينا 13.7. إذن 13.7 شنو كيمثل؟ يمثل الخارج المقرب بإفراط. بإفراط يعني عندنا زيادة، بتفريط يعني عندنا نقصان.
يعني هنا بتفريط تخلصنا من بعض الأرقام، بأن بينما بإفراط بحال ديك الأرقام زدنا عليهم واحد شوية وكملنا سبعة وتخلصنا من منها. دونك هذا هو المقصود. إذن هنا دائما بإفراط تعني الزيادة وبتفريط تعني النقص، لأن العدد الحقيقي لقسمة هذا العدد على هذا العدد هو محصور بين بتفريط وبين بإفراط. إذن ندوزو للعملية الأخرى. إذن أول شيء في هذه العملية سنتخلص من الجزء العشاري. إذن فاش غادي نضربو بطبيعة الحال؟ هنا غادي نضربو في 100، سنضرب المقسوم والمقسوم عليه في 100 لكي نتخلص من الفاصلة في المقسوم عليه، لأن ما يمكنش نزجو. إذن غنضربو هذا في 100 والمقسوم عليه كذلك سنضربه في 100، وإذا ضربنا المقسومة والمقسومة عليه في 100 لا يتغير الخارج. إذن هنا غتعطينا 19400.4 مقسومة على 207، وهذه قسمة جديدة سننجزها لكي نحدد الخارج المقرب إلى 0.1. إذا غناخدو هذا العدد 19400.4 وغنقسمو على 207، إذا ناخدو ثلاثة الأرقام ما يمكنش ناخدو أربعة، دونك 1940 مقسومة على 207 تقريبا 9 في 7 63، حسبتو بستة، 9 في 0.06، 9 في 2 18. إذا نقوم بعملية الطرح، 10 ناقص 3 7، نزلو الواحد، 14 ناقص 7 7، نزلو الواحد، 9 ناقص 9 0، ثم 1 ناقص 1 0. إذا غادي نزلو الصفر. 770 مقسومة على 207 كتعطينا 3 3. إذا 3 في 7 21، نحتفظو بجوج، 3 في 0 0 2، 3 في 2 6. إذا 0 ناقص 1 لا يمكن، 10 ناقص 1 9، نزلو الواحد، 7 ناقص 3 4، ثم 7 ناقص 6 1. إذا دخلنا في المجال العشري حيت غنزلو 4، إذا حتى هنا غنحطو الفاصلة. إذا 1494 إلا قسمناها على 207 غتعطينا 7، 7 في 7 49، حسبتو بربعة، 7 في 0 0 4 4، 7 في 2 14. إذا 4 ناقص 9 ما يمكنش، إذا 14 ناقص 9 5، نزلو واحد، 9 ناقص 5 4، 4 ناقص 4 0، 1 ناقص 1 0. والقسمة مستمرة، ولكن حنا غادي نوقفو عند هذا الحد وسنحدد. إذا هناك أعداد، إذا نجزنا هذه القسمة غنلقاو أرقام أخرى، ولكن حنا غناخدو فقط الأعشار لأن بصدد تحديد الخارج المقرب إلى الأعشار. إذا شحال غادي يكون؟ 93.7، إذا 93.7، وبالنسبة للإفراط 93.8. إذا ننتقلوا للعملية الأخرى، سنقوم بنفس الشيء. سنتخلص أولا، يمكن نمشي مباشرة للقسمة، وفي القسمة نحددو، إذا مثلا عندي 70.13، بغيت نقسمها على 1.33، شنو غادي ندير؟ غادي نجي نضرب هنا في 100، هنا غادي نضرب في 100، وهنا غادي نضرب في 100. إلا ضربنا هنا في 100 غتعطينا 7013، وإلا ضربنا هنا في 100 غتعطينا 133. إذا تخلصنا، وليو باش نديرو هاد القسمة نديرو هادي، حيث تخلصنا من الفاصلة في المقسوم عليه. إذا غنجزو دابا القسمة، 701 إلا قسمناها على 133 كتعطينا 5، 5 في 3 15، نحتفظو بواحد، 5 في 3 15 16، نحتفظو بواحد، 5 في 1 5 والواحد 6، 11 ناقص 5 6، نزلو واحد، 10 ناقص 7 3، نزلو واحد، 0. ثم ننزل الثلاثة، 363 مقسومة على 130، 2 2 في 3 6، 2 في 3 6، 2 في 1 2، 13 ناقص 6 7، ننزل الواحد، 16 ناقص 7 9، ننزل الواحد، 0. هنا ما عندناش عدد عشري، شنو كنديرو؟ كنعتبرو بأن هنا كاين عندنا واحد لو زيرو، هداك الصفر كنحتاجوه في الوقت اللي كنبغيوه، دونك غادي نهنزلو داك الصفر وغادي نوضعو الفاصلة، لأن حنا
بصدد قسمة الأعشار، لأن إحنا محتاجين الأعشار. لماذا محتاجين الأعشار؟ لأننا خصنا نخرجوا الخارج المقرب إلى العشر. هاد 0.1 تعتبر عشرا. إذا 970 إلا قسمناها على 133 كتعطينا 7. 7 في 3 21 نحتفظو بجوج. 7 في 3 21 وجوج 23 نحتفظو بجوج. ثم 7 في 1 7 وجوج 9. إذا 0 ناقص 1 لا يمكن، 10 ناقص 1 9. نزلوا لواحد 7 ناقص 4 3 9 ناقص 9 0. إذا هذا الباقي. حنا اللي كيهمنا في هذا الشيء هو أن القسمة لا زالت مستمرة، ولكن حنا غادي ناخذ فقط التقريب إلى الأعشار. إذا 52.7 هو الخارج المقرب إلى 0.1، و 52.8 هو الخارج المقرب إلى 0.1 بإفراط. إذا هذا هو الفرق بين التفريط والإفراط. إذا ننتقل إلى التمرين التاسع. أتأكد من المتساوية التالية بوضع وإنجاز العمليتين في دفتر. دونك أتأكد من المتساوية التالية بوضع وإنجاز. إذا هنا عندنا جوج ديال القسمات غادي نجزوهم ونتأكدوا. دونك عندنا 138.697 غادي نقسموها على 4.7، ثم عندنا 265.188 غادي نقسموها على 9.02. هاد القسمات غير قابلة للإنجاز إلا إلا تخلصنا من الفاصلة نتاع المقسوم عليه. إذا كيسكون فا فيغ؟ أون فا ملتيبليي هنا بار 10 et on va multiplier هنا par 10. On va multiplier هنا par 100. On va multiplier هنا par 100. غادي نضربو هنا في 100 وهنا في 100 وهنا في 10 وهنا في 10 باش نتخلصوا من فاصلة المقسوم عليه. إذن هنا شنو النتيجة غتعطينا؟ 1386.97 غادي نقسموها على 47 وغتولي عندنا قسمة جديدة. كذلك هنا غنضربو في 100 غتعطينا 26518.8 على 902. دونك دابا حنا جاهزين واجدين باش نجزو القسمة الإقليدية نتاعنا. إذا هنا عندنا 138 قسمنا على 47، إذا غتعطينا دونك كومبيان؟ غتعطينا 47 50 تقريبا، دونك جوج. دونك نجربو جوج. جوج 7 14 نكتبو 4 نحتفظو بواحد. جوج في 4 8 والواحد 9. دونك 8 ناقص 4 4 13 ناقص 9 كذلك 4. إذا غنزلو 6. إذا 446 غنقسموها على 47 غتعطينا تقريبا 9. 9 في 7 63 نحتفظو ب 6. 9 في 4 36 42. إذا نديرو عملية الطرح. 6 ناقص 3 3 4 ناقص 2 2 0. إذا دابا وصلنا لانستون ديال الأعداد العشرية. غنزلو 9 وغادي نديرو الفاصلة لأن دخلنا الجزء العشري. إذا 239 قسمناها على 47 غتعطينا 5. 5 في 7 35 نحتفظو ب 3. 5 في 4 20 23. إذا 9 ناقص 5 4 23 ناقص 23 0. إذا نزيدو نزلو 7. 47 على 47 1. 1 في 47 47. 47 ناقص 47 0. إذا هاد القسمة أو هذا الخارج فهو خارج مضبوط. نشوفوا القسمة الأخرى واش تخرج لنا خارج مضبوط وهل سيكون يساوي هذا الخارج. إذا ما خرجناش في الخارج إذا المتساوية غير محققة. إذا غناخدو 265 لا يمكن. إذا غناخدو 2651 شحال فيها ديال بيان سيو ديال 900 فيها جوج. جوج جوج 4 جوج 0 0 جوج 9 18. دونك 11 ناقص 4 11 ناقص 4 7 نزلو لواحد. 5 ناقص 1 4 6 ناقص 8 ما يمكنش. 16 ناقص 8 8 نزلو لواحد. إذا 0. دونك 8 8478 إلا قسمناها على 900 شحال غادي تعطينا؟ حتى هي تعطينا تقريبا 9. 9 في 2 18 نحتفظو بواحد. 9 في 0 0 والواحد واحد. 9 في 9 81.
8 ناقص 8 0، 7 ناقص 1 6، 4 ناقص 1 3 0. ثم غادي ننزلوا 8. اذا هنا ملي نزلنا 8 غنديروا هنا الفاصله، علاش؟ لان دخلنا في المجال الجزء العشري. اذا 3608 الى قسمناها على 900 كتعطينا تقريبا 4. اذا 4 في 2 8، 4 في 0 0، 4 في 9 36. اذا نديروا عمليه طرح 0. اذا هنا نزيد واحد الصفر. اذا شنو كنلاحظوا؟ اذا كنلاحظوا قبل ما نكملوا القسمه كان باين بان هذا الخارج هو يخالف هذا الخارج. القسمه خرجت لنا فيها الخارج مضبوط حتى هنايا، ولكن ماشي نفس النتيجه، وبالتالي فغير محققه. اذا هنا شنو نقولوا؟ غير محققه، يعني هنا يخالف ماشي يساوي. إذا غنمشيو للتمرين 10 أحسب في دفتري مقربا بتفريط وإفراط إلى جزء المئة. إذا إلا عقلتو في هنايا راه هنا درنا التقريب إلى جزء إلى الأعشار، دابا غنديرو التقريب إلى جزء المئة، ولكن قبل ذلك خصنا نجزو القسمة. إذا حتى كنجزو القسمة عاد كنخرجو الخارج العشري بتفريط وإفراط. إذا عندنا 2304.7 غنقسموها على 4.13. اذا شنو هي العمليه الاولى؟ نتخلصوا من الفاصله ديال المقسوم عليه. اذا هنا الى بغينا نتخلصوا غنضربوا في 100 غادي تعطينا هذا العدد، وهنا الى تخلصنا غتعطينا 413. اذا غناخذوا ثلاثه الارقام ما يمكنش، اذا غناخذوا 4. اذا 4 غادي تعطينا 5. إذا 5 5 في 3 15، نحتفظو بواحد، 5 في 1 5 والواحد 6، 5 في 4 20. نديرو عملية الطرح، 14 ناقص 5 9 نزلو 1، 10 ناقص 7 3 نزلو 1، 3 ناقص 1 2، 2 ناقص 2 0. ثم غادي نزلو 7. كذلك هنايا غتعطينا 5، 2397 قسمناها تعطي 5، 5 في 3 15 نحتفظو بواحد، 5 في 1 5 والواحد 6، 5 في 4 20. نديرو عملية الطرح، 7 ناقص 5 2، 9 ناقص 6 3، 3 ناقص 0 3 0، 2 ناقص 2 0. ثم غادي نزلو 0. 3320 إلا قسمناها على 413 كتعطينا 8. 8 في 3 24 نحتفظو بجوج، 8 في 1 8 10 نحتفظو بواحد، 8 في 4 32 3 33. إذا 10 ناقص 4 6 نزلو 1، 2 ناقص 1 1 0 0. إذا مازال خصنا نستمرو، علاش؟ لأن خصنا جزء المئة، خصنا جوج أرقام بعد الفاصلة. إذا غنزلو الصفر الأول غتعطينا فاصلة صفر، صفر في داك العدد صفر، 160 ناقص صفر صفر، نزلو الصفر الآخر. إذا 1600 إلا نقسمناها على 413 شحال غادي تعطينا؟ تعطينا 3. 3 في 3 9، 3 في 1 3، 3 في 4 12. 10 ناقص 9 1 نزلو 1، 10 ناقص 4 6 نزلو 1، 6 ناقص 3 3، 1 ناقص 1 0. وغادي نحبسو في هذا الحد. ومن هذا العدد الخارج هناك اعداد مستمره للقسمه، ولكن حنا غنوقفوا عند هذا الحد، وغادي نعطيو الخارج العشري المقرب بإفراط وبتفريط. إذا بتفريط بإفراط، إذا بتفريط شحال غتعطينا؟ غادي تعطينا 558.03، بحيث كاين أعداد ما كملناش القسمة حذفناها. إذا هذا بتفريط، فرطنا في واحد الجزء، هذا هو المقصود بتفريط. أما بإفراط غادي نزيدو هنا واحد، غادي تولي لنا 558.04. إذن هذه هي الخوارج بإفراط وبتفريط. إذن غننتقلوا للتمرين 11 ونجيزوا العمليات ثم أتمموا ملء العدادين. إذن هنا الثمن ديال الليتر هنايا في هاد 10.6، هنا 8.87، هنا عدد الليترات ما عندناش، هنا عدد الليترات 25. إذن هنا كيفاش غادي نلقاو عدد الليترات، وهنا كيفاش غنلقاو المجموع؟ إذا بالنسبة للمجموع غادي نضربو هذه في هذه،
بالنسبه لعدد الليترات غادي نقسموا هذه على هذه، عندنا قسمه وضرب، عندنا عمليه قسمه وعندنا عمليه ضرب. اذا غادي نجزو عمليه القسمه باش نلقاو عدد الليترات. اذا عندنا شنو غادي نقسمو تما 349.80 غادي نقسموها على 10.60. هذيك 10.60 هذاك الصفر حنا باش ما يديرناش اننا نضربو في 100 نحذفوه، عنده حتى قيمه. باش حنايا فاش نجيو نتخلصو من الفاصله نضربو فقط في 10، حتى هذا الصفر نتخلصو منه الا بغينا، الا ما بغيناش نخليو هذاك ما يضر في والو. اذا نضربو هنا في 10 وهنا في 10، شنو تعطينا؟ 3698.00، وهنا تعطينا 106. اذا تخلصنا من الفاصله في المقسوم عليه، هذا هو المهم عندنا. دابا غنجزو القسمه. اذا 369 الى قسمناها على 106 كتعطينا 3. 3 في 6 18، نحتفظوا بواحد. 3 في 0 0 1، ثم 3 في 1 3. 9 ناقص 8 1، 6 ناقص 1 5، ثم 3 ناقص 3 0. غادي نهبطوا 8 ثم 3. 3 في 6 18، نحتفظوا بواحد. 3 في 0 0 1، 3 في 1 3. دونك هنايا نعم، دونك هنايا اكثر من 3، اذا هنايا خصنا 4. دونك 3 ما كافيش، اذا هنا 4. اذا غادي نعاودو نديرو الضرب. دونك دابا نديرو لا ملتيبليكاسيون، 4 مضروبة في 6 24، نحتفظو بجوج. 4 في 0 0 جوج، ثم 4 في 1 4. نديرو عملية الطرح، 8 ناقص 4 4 نزلو 1، 11 ناقص 3 8 نزلو 1 0. إذا دابا غادي ندخلو في المجال العشري، غنزلو هاد الصفر وغنديرو فاصلة. إذا 840 إلى قسمناها على 106 غادي تعطينا 8. إذا هنايا عندنا 9 8. إذا هنا 9 ماشي حيت هنا هاد الواحد مكينش، إذا أعتذر. دونك 8 في 6 8 في 6 48، نحسبو بربعة. 8 في 0 0 4، 8 في 1 8. دونك غنديرو 10 ناقص 8 غادي تعطينا 2، نزلو 1 14 ناقص 5 9 نزلو 1 0. اذا غنحبسو في هذا الحد. اذا هناك غناخذو بتفريط، غناخذو هذا العدد الليترات بتفريط، لان القسمه مازالت مستمره وغير متوقفه. اذا غادي نمشيو دابا نحددو المجموع. هنايا المجموع عندنا 25 لتر، غادي نضربوها في 8 لتر اللي هو 8.87. إذا 5 في 7 35، نحتفظو ب 3. 5 في 8 40 43، نحتفظو ب 4. 5 في 8 40 44. 2 في 7 14، نحتفظو ب 1. 2 في 8 16 17، نحتفظو ب 1. 2 في 8 16 ثم 17. 5 7 11، نحتفظو ب 1. 12، نحتفظو ب 1. 2. إذا عندنا شحال الأرقام بهاد الفاصلة؟ عندنا 2، وبالتالي المجموع هنايا غادي يعطينا 221.75. إذا هنا استعملنا القسمة وهنا استعملنا الضرب. ننتقلو للتمرين 12، أحسب الأعداد الناقصة بوضع وإنجاز العمليات المناسبة. إذا أحسب العمليات والأعداد الناقصة بوضع وإنجاز العمليات. إذا هنا بطبيعة الحال هذا خارج، وهذا المقسوم وهذا المقسوم عليه. وحنا كنعرفوا بان العلاقه اللي كتربط المقسوم هي ان المقسوم كيساوي الخارج في المقسوم عليه. دابا شنو اللي خاصنا حنا؟ اذا خاصنا، اذا عندنا هذا، اذا عندنا لو ديفيدون وعندنا لو كوسيون. اذا شكون اللي ما عندناش لو ديفيزور؟ سكيفي الا بغينا لو ديفيزور غادي نقسموا لو ديفيدون على لو كوسيون. اذا غنديروا عمليه القسمه نتاع باش نلقاو الاعداد الناقصه. غنديروا 62
فاصلة 648 غادي نقسموها على 4.18 وهنا عفوا 4.12. إذن هنا غادي نتخلصوا من الفاصلة، إذن غادي نضربوا في 100، إذن غتعطينا 6264.8، غادي نقسموها على 412 وغادي نلقاو الأرقام الناقصة. إذن عندنا 626 على 412 كتعطينا 1، 1 في 412 412، 6 ناقص 2 4، 2 ناقص 1 1، 6 ناقص 4 2، ثم نزلوا الأربعة. 2144 إلا قسمناها على 412 كتعطينا 5، 5 في 2 10 نحتفظوا بواحد، 5 في 1 5 6، 5 في 4 20. إذا 4 ناقص 0 4، 14 ناقص 6 8، 1 ناقص 1 0، 2 ناقص 2 0. غادي ننزلوا 8 وغادي نوضعوا الفاصلة لأن دخلنا في الأعشار. إذا 848 إلا قسمناها على 412 كتعطي 2، 2 2 4، 2 1 2، 2 4 8. إذا 8 ناقص 4 4، 4 ناقص 2 2، 8 ناقص 8 0. إذا هنايا القسمة ربما غير متوقفة، إذا القسمة لازالت مستمرة، وبالتالي صاحب هذا التمرين يعني لا خصو يوضع لنا يعني قسمة تكون مضبوطة للأسف. إذا حنا غادي نديرو تقديريا 15.2.20، إن هذا إلا قسمناه على هذه غتعطينا أنا زيرو، دونك ولهذا هادشي اللي نقدرو نديرو، ولكن هاد 15.2 راه هي تقديرية، لأن منقدروش نكملو القسمة لأنها لازالت طويلة. كذلك هنايا عندنا لو ديفيدوند، دونك كيما شفنا قبيله شنو كيساوي لو ديفيزور فوا لو كوسيون، حنا ما عندناش لو ديفيدوند. اذا شنو غادي نديرو؟ غادي نديرو عمليه الضرب، غادي نديرو هذا في هذا، لان هذا في هذا، هذا هو المقسوم عليه هو الدي، والخارج هو هذا. اذا الا بغينا لو ديفيدوند غنضربو هاد العددين فيما في بعضهما. اذا عندنا 4.12 غادي نضربوها في 50.8. اذا بالنسبه لعمليه الضرب العدد كيكون مضبوط. إذا 8 في 2 كتعطينا 16، 8 في 1 8 9، 8 في 4 32 نقطة، 2 نقاط من حيت عندنا الصفر، 5 في 2 10 نحتفظو بواحد، 5 في 1 5 والواحد 6، 5 في 4 20. ثم نجمع دونك 6 9 2 9 0 2، شحال عندنا هاد الأرقام بعد الفاصلة؟ عندنا 3. إذا النتيجة هي 209.296. إذن هذا هو العدد الناقص. إذن ننتقلوا للتمرين 13، جو كالكيل لي كوسيون سويفون سور مون كايي. إذن هنا عندنا بار ديفو يعني بتفريط، بتفريط، و بار إكس هي بإفراط. إذن غادي نديرو القسمة وغادي نحددو في كل حالة ما طلب منا. إذن غنديرو القسمة الأولى ونديرو القسمة الثانية ومن بعد نستخرجو المطلوب. دونك عندنا 24.59 ديفيزي بار 2.4، هنايا اون فاميتيبلي هنا بار 10، اون فاميتيبلي هنا بار 10، غادي نضربو هنا في 10 تعطينا 245.9، هنا غتعطينا 24، عاد غادي نجزو القسمة، وبالتالي 24 على 24 واحد، واحد في 24 24، 24 ناقص 24 صفر، نزلو 5، 5 على 24 صفر، صفر في 24 صفر، 5 ناقص صفر 5، ثم 9، عندنا 59 على، إذا فاصلة حيت دخلنا في الجزء العشري، إذا 59 مقسومة على 24 2، 2 في 24 48، 9 ناقص 8 1، 5 ناقص 4 1، نزيدو صفر غادي نجيبوه من هنا بطبيعة الحال، لأن الأصفار بعد الفاصلة موجودة. إذا 110 إلا قسمناها على 24 كتعطينا 4، 4 في 4 16 نحتفظو بواحد، 4 في 2 8 9، إذا 10 ناقص 6 4، ثم نزلو لواحد 11 ناقص 10 1. إذا نوقفو عند هذا الحد، علاش؟ لأن وصلنا للعدد المطلوب. إذا العدد المطلوب هو هذا، إذا 10.24، إذا هذا هو الخارج. القسمة لا زالت مستمرة، ولكن حنا غادي نوقفو عند هذا الحد، لأن المطلوب هو لوكوسيون الخارج
بري بار ديفو. اذا بار ديفو اذا غندوزو للعمليه الاخرى، ولكن هذه المره غادي نخرجوا الخارج بتفريط بافراط. اذا عندنا 400 الى قسمناها على 5.04 اون فو ميتيبلي هنا بار 100 اون فو ميتيبلي هنا بار 100. هنا الى ضربنا في 100 غتعطينا 40000، وهنا الى ضربنا في 100 غتعطينا 504. ثم ننجز. اذا عندنا 400 الى قسمناها ما يمكنش، غناخذوا 4000. اذا 4000 شحال فيها ديال دونك هنايا غير هنايا الى 0.1 ماشي بحال قبيله. اذا 4000 شحال فيها ديال 504، اذا غادي تكون فيها 7. دونك 7 في 4 28 نحتفظوا بجوج، 7 في 0 0 جوج، 7 في 5 35. 10 ناقص 8 جوج نزلوا لواحد، 10 ناقص 3 7 نزلوا لواحد، 10 ناقص 6 4 نزلوا لواحد، 4 ناقص 4 0. اذا نزلوا الصفر. 4720 الى قسمناها على 504 تعطينا 9. 9 في 4 36 نحتفظوا ب 3، 9 في 0 0 3 3، 9 في 5 45. 10 ناقص 6 4 نزلوا واحد، 12 ناقص 4 8 نزلوا واحد، 7 ناقص 6 1، 4 ناقص 4 0. غادي ناخذ واحد الصفر وغادي نزيدوه هنا لان حنا محتاجين الاعشار، ونضع الفاصله لان دخلنا الجزء العاشر. اذا 1840 الى قسمناها على 5 كتعطينا على 500 عفوا كتعطينا 3. 3 في 4 12 نحتفظوا بواحد، 3 في 0 0 والواحد 1، 3 في 5 15. اذا 10 ناقص 2 كتعطينا 8، نزلوا واحد، 4 ناقص 2 2، 8 ناقص 5 3، 1 ناقص 1 0. اذا وهذا هو الخارج العشري، ولكن هذا بتفريط، فإلا بغينا بإفراط خصنا نزيدو واحد. دونك هنا غادي يكون هو 9.4. علاش؟ لان فاش كيكون عندنا بإفراط كنزيدو واحد العشر، هنا ما زدنا والو لان عندنا بتفريط. اذا غادي نمشيو ليكزيرسيس 14. هذا سيتام اذا عباره عن المساله. اذا لوغو سو شونج ا اونفيرون دو 10.72 درهم le 8/5/2021. Combien de dirhams peut-on obtenir contre une somme de 3000 euros؟ اذا شحال دابا هنايا نورمالمون عندنا 3000 اورو بغينا نحولوها اون درهم، هذا هو ديال لا كيسيون. دونك غادي ناخذ 3000 اورو اون فالا ملتيبليي بار 10. هذا ليكسشانج تاع الاورو. دونك هذه هي لوبيراسيون. غادي نديرو عمليه الضرب عموديه، غناخذو 10.72 وغنضربوها في 3000. هاد الاصفار غادي نحتفظو بهم حتى للنهايه، وغادي نجزو فقط 3 في 2 6، 3 في 7 21 نحتفظو بجوج، 3 في 0 0 2 2، 3 في 1 3 اي اون جو 3 0. وغادي نحيدو جوج ارقام بعد الفاصله. اذا غادي تعطينا بالدرهم، دونك كتعطينا 32.160 ديال الدرهم. La question suivante: combien d'euros peut-on obtenir contre une somme de 20 000 dirhams؟ إذن دابا عندنا العكس، عندنا 20 000 درهم، يعني عندنا بحال هاد لاصوم، وغادي نقسموها على 10.72، لأن باش نلقاو شحال هاد الدراهم إلا بغينا نحولوهم دي زوغو، بطبيعة الحال خصنا نقسمو على هاد لو شونج نتاع لوغو في داك اليوم هذا. اذا غنديروا عمليه ديال القسمه كما العاده. اذا 20000 غادي نقسموها على 10.72، ولكن هنايا كما العاده اون دو ملتيبليي هنا بار 100 وهنا بار 100، لان باش نتخلصوا مناش من الفاصله. في اذا عندنا 20000 غادي نزيدوا لها جوج اصفار، وهنا غتعطينا 1072. ثم نقوم بعمليه القسمة. إذا عندنا 2000 غادي نقسموها على 1000 غتعطينا 1072. 10 ناقص 2 8 نزلوا واحد، 10 ناقص 8 2 نزلوا واحد، 10 ناقص 1 9 نزلوا واحد 0. إذا نزلوا الصفر. إذا 9280 إلى قسمناها على 1072 غتعطينا 8. 8 في 2 16،
احتفظوا بواحد، 8 في 7 56 57 احتفظوا بخمسة، 8 في 0 0 5 5، 8 في 1 8. من هنا نديرو 0 ناقص 6 10 ناقص 6 4 نزلو 1، 8 ناقص 8 0، 2 ناقص 5 ما يمكنش 12 ناقص 5 7 نزلو 1، 9 ناقص 9 0 نزلو الصفر الاخر. إذا 7040 إلا قسمناه على 1072 كتعطي 7، ما غتعطيناش 8، دونك غتعطينا شحال؟ باغدون 6 ما تعطيناش 7، 6 6 في 2 12 نحتفظو بواحد، 6 في 7 42 43 نحتفظو بربعة، 6 في 0 0 4 4، 6 في 1 6، 10 ناقص 2 8، 4 ناقص 3 1، خصنا نزلو الواحد باش تعطينا 0. ثم 10 ناقص 4 6 نزلو 1 0، ثم بقى لينا الصفر الاخير 6080 وتعطينا 5، 5 في 2 10 نحتفظو بواحد، 5 في 7 4 35 36 نحتفظو بثلاثة، ثم 5 في 0 0 3 3، 5 في 1 5، 0 ناقص 0 0، 8 ناقص 6 2، 10 ناقص 3 7 نزلو 1 0. إذن إلا بغينا نزيدو العملية ما زالت مستمرة، إلا بغينا ناخدو رقم واحد مور الفاصلة نستمرو، ناخدو واحد ماشي مشكل. إذن هنا 7000 غنزيدو هنا الصفر ديال الجزء العشري هنايا، نديرو الفاصلة 7200 إلا قسمناها على هاد العدد تعطي 6، 6 في 2 12 نحتفظو بواحد، 6 في 7 42 43 نحتفظو بربعة، 6 في 0 0 4 4، 6 في 1 6. ثم عندنا 10 ناقص 2 8 نزلو 1، 10 ناقص 4 6 نزلو 1، 12 ناقص 5 7 نزلو 1 0. إذا ونوقفو عند هذا الحد، لأن العملية ما كتعطيناش ديك الشيء مضبوط، وبالتالي فهي تقريبية. إذا شحال تعطينا من أورو؟ إذا 1865.6 أورو. إذا هذا كل ما يتعلق بهذه الحصة حول القسمة الإقليدية من كتاب المفيد في الرياضيات للسنة الخامسة ابتدائي.